بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على شريعته الكاملة ونعمته الشاملة، وصلى الله على نبينا محمد الذي بين للناس ما أنزل إليه من ربه بقوله وبفعله، فبلغ بذلك رسالة ربه وأدى أمانته حتى شهدت له أمته أنه بلغها البلاغ المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المستمع الكريم، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبيّنت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بياناً كافياً. تعلم أيها المستمع الكريم أن للوضوء شروطاً وفروضاً وسننًا، فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا، وأما السنن فهي مكملات للوضوء وفيها زيادة أجر، وتركها لا ينقص الوضوء شيئا. فالشروط هي الإسلام والعقل والتمييز والنية، فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون ولا من صغير لا يميز ولا ممن لم ينوي الوضوء بأن نوى تبردا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا. ويشترط للوضوء أيضاً أن يكون الماء طهوراً كما سبق، فإن كان نجساً لم يجزئه. ويشترط للوضوء أيضاً أن يكون الماء مباحاً، فإن كان مغصوباً أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به. وكذا يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله. ويشترط للوضوء أيضاً إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة، ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. وأما فروض الوضوء وهي أعضاؤه فهي ستة: أحدها غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه وتمضمض واستنشق. الثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وفي حديث آخر غسل يديه حتى أشرع في العضد، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقال صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى بمعنى مع، وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء، فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول. والخامس الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية المذكورة في الآية، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، رواه أبو داود وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. والسادس الموالاة،
وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متوالية بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحدة تلو الآخر حسب الإمكان. أيها المستمع الكريم، هذه فروض الوضوء التي لا بد منها، لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أو سنة؟ فهي عند الجميع مشروعة لا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول بسم الله وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس بذلك. والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. الحسية تكون بالماء على الصفة التي بيّنها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. قد قال تعالى في آخر آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهكذا أيها المسلم، شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك وليتم به نعمته عليك. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا، فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله وينتفع بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيها المستمع الكريم، وما زاد عن هذه الفروض التي سمعت تفصيلها فهو مستحب، فمن فعله فله زيادة أجر، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء، أي مستحباته. فسنن الوضوء هي: أولاً السواك، تقدم بيان فضيلته وكيفيته ومحله عند المضمضة ليحصل به وبالمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيئ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل. ثانياً غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء قبل غسل الوجه لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الأعضاء. ثالثاً البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لورود البداءة بهما في الأحاديث، والمبالغة فيهما إن كان غير صائم. ومعنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع فمه، والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه. رابعاً ومن سنن الوضوء تخليل اللحية، أي عركها بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين. خامساً التيامن، هو البداءة باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. سادساً الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات. أيها المستمع الكريم، هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه، يجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء تتوضأه، ليكون وضوءك مستكملاً للصفة المشروعة لتحوز على الثواب. ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.